تم فتح هذا المعبر السلمية وبالاحتراف تم عرضه للجلالة الملك من مشاريع في إطار النموذج في 2016 راه على أرض الواقع تم إنجازه أي ما هي 70% إضافة إلى المشاريع الأخرى ضمن البرنامج التنمية الجهوية اللي تشرف عليها مجلس الجهوية الآن يعني لاحظ كذلك إنجازها. هذا رسالة للأمر المغربي ماضي للتنمية أقاليمية الجنوبية وبأن التنمية هي خير وسيلة وخير تعبير لمن يعني يريد الخير لشعبه. جلالة الملك يريد الخير لشعبه ولهذا هذه المشاريع كلها الحمد لله تم إنجازها ونحن طموحين إن شاء الله إنجاز المزيد وجعل هذه الأقاليم الجنوبية خطاب تنافس حقيقي و يعني نقطة عبور نحو إفريقيا الجنوبية الصحراء التي يعني هي الحقيقة جذور مغربية جذور العلاقات التاريخية اليوم كما يعرف الجميع عقد المجلس الجهوي لجهة الدخل والذهب الدورة العادية في شهر مارس وهذه الدورة انعقدت في واحد الظروف هي حقيقة تاريخية أول مرة تنعقد في منطقة القلقلات والقلقلات كما يعرف الجميع هذه أصبحت بوابة المملكة المغربية على دول جنوب الصحراء ومن خلال هذه الدورة تم النقاش ودراسة مجموعة من النقاط المهمة التي تتعلق بالاقتصاد تتعلق بالتجارة تتعلق بالصحة تتعلق بالرياضة وتمت المصادقة على جميع النقاط في الإجماع مرت هذه الدورة في ظروف جد عادية. هذه انعقاد دورة المجلس في القلقلات هي دلالة حقيقة رسالة قوية طرف ساكنة الأقاليم الجنوبية بأن هذا المعبر أصبح آمن وهو معبر السلام والتواصل ما بين المملكة المغربية والدول الإفريقية بخصوص الدول جنوب الصحراء. دلالة هذه انعقاد دورة المجلس في منطقة القلقلات هي دلالة حقيقة رسالة قوية طرف ساكنة الأقاليم الجنوبية بأن هذا المعبر أصبح آمن وهو معبر في معبر السلام والتواصل ما بين المملكة المغربية والدول الإفريقية بخصوص الدول جنوب الصحراء. هنالك بعض القوى قاهرة فيما يخص الدراسة اللي عدت ربما لم تقبض بالحسبان التيارات المحيطية ولكن في الآونة الأخيرة الحكومة صادقت على واحد الغلاف المالي يفوت 120 مليون ديال الدرهم من أجل تصحيح مكانة الميناء وذلك علما عن هذا الميناء الذي يتوفر على 35 مركب لصيد السمك السطحي السردين إلى آخره و 25 بالانغرية لصيد الأسماك الثمينة المنتوجات المعروفة بالجودة ديالها في هذه المناطق الجنوبية. كما كتعرفوا هي عندها واحد الرمزية بالنسبة لها رمزية وطنية لأن كتعرفوا بأن المركز الحدود لأمن الله تم تأمينه من طرف قواتنا المسلحة الملكية والأوامر من صاحب الجلالة محمد السادس الله يرحمه واليوم الحمد لله شفتوا الأمن والأمان والدورة داس في أحسن الظروف بحيث الجميع سعيد وشاف بأن انسيابية الشاحنات في المرور إلى جنوب الجنوب كذلك حتى
الجنسيه ديالها هي كتعترف وكذلك الظروف انها سفاره، هذا السفاره الامريكيه القنصليه الامريكيه اللي تم فتحها في مدينه الداخله. كل هذا الحمد لله كله كان 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 حماسي. الناس اعضاء المجلس كانوا جد سعداء وكانوا عقدوا هذه الدوره بواحد الحماسيه كبيره، وهذا يؤكد على الوطنيه وعلى التضامن اللي الحمد لله اللي عرفوا جهات الداخله وفرح ديالها تحقيق الامن والامان في هذه المنطقه هذه السعيده على قلوبهم. حي هذا اليوم التاريخي والحدث الهام حيث تم انعقاد مجلس الداخله والذهب بدورته العاديه الدارس في معبر الكركرات، ومن هذا المنبر نحيي الجيش المغربي على هذا الانجاز الهام وهو تحرير المعبر. والحمد لله احنا هون في اجواء هاديه ومرتمر الطريق بسلاسه والناس ماشيه وجايه الحمد لله والشاحنات كامل، ونحيي الجيش على هذا الانجاز. والحمد لله الدورة تمت الحمد لله بنجاح، وتقريبا اغلب النقاط كانت تم التصويت عليها باجماع. انعقاد هذه الدورة في هذه الظرفية اللي كانت تعرف بلادنا المشكل اللي وقع مؤخر بالمعبر المدني الكركرات، وما تعبير وما انعقد هذه الدورة الا هو تثمين أعطى مكان لهذا الحدث اللي يعتز به كل المغاربة واللي يفتخروا به واللي يراجع الفضل كامل لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأيضا لتأمينه من طرف القوات المسلحة الملكية.